الأردوينو. لا أردوينو أردوينو السيشن شغال، مش المفروض ان في ريكورد دلوقتي شغال؟ اه في ريكورد شغال اهو. طيب في اللايبراري اللي هي لو انت عملت سيرش كده عن اردوينو هنا هيظهر لك اول حاجه اللي هي ادافوي دي، تمام؟ تحت الاردوينو هتختار اي واحده من اللي هم ظاهر لك عليهم ايه اردوينو اونو دول، تمام؟ يبقى احنا الشيلد اللي هنعمله هنعمله على اردوينو ايه هون، تمام يا شباب؟ بس سامعني ولا ايه؟ تاني هتسيرش على الاردوينو، سامعيني؟ تمام. بس هتسيرش على الاردوينو هتنزل اي واحده من دول خاصه بالاردوينو الاول، تمام؟ فخلينا نختار اللي فيها ايه فتحات التثبيت دي، بحيث دي نفس بورده الاردوينو اللي معاك بالظبط. هقول له اوكي، الف كده روتيت، تمام. محتاجين ايه تاني؟ شوف انت كنت مستخدمين ايه بقى المرة اللي فاتت ما كنتش معاكوا في دي؟ ايه ايه ده؟ تقول ايه يا باشمهندس؟ ايوه لا مفيش، انا كنت بفكر بصوت عالي بس المايك كان مفتوح من غير ما اخد بالي. ماشي. طيب انا اخترت هنا ال LM324 واخترت الاس ام دي، يعني انا كل ما بقلل مكونات الثرو هول او الفي اتش دي في البورده بتديني امكانيه ان انا احط على الدبل لاير مكونات بخلاف الثرو هول. انا لو حطيت مثلا في المكان اللي هيبقى محطوط فيه ال LM324 ده مقاومه ثرو هول، مش هقدر احط اي حاجه تانيه في اللاير اللي قصاده، تمام؟ فانا مثلا هختار ده، المفروض ان هو ليه 3 دي موديل بس ما انا مش عارف اشوفه دلوقتي عشان مشكله النتورك دي، فهقول له اوكي. واحد اثنين ثلاثة أربعة، هيبدأ واحد جديد. كان عندنا كام سنسور؟ ستة. واحد اثنين ثلاثة أربعة، ماشي. يبقى أنا كده بص كل واحد من دول يعني ال LM224 ده فيه أربعة أوب أمب من جوه، تمام؟ خلينا نشوف ال solution اللي هنختارها بعد كده. خليها مصطفى تشوفه بعد السيشن افضل عشان الوقت وان احنا بالريكورد برضه، تمام؟ وانا ابعته برايفت يعني عشان ما يطلعش في الشات اساسا. تمام ماشي. كل واحد يا شباب اللي هو ال LM324 ده فيه اربعه اوب ام موجود، تمام؟ اربعه اوب ام بدل ما انا استخدم ال LM358 او ال LM741 اللي هو اوب ام بواحد بس، لا انا استخدم اي سي. الاي سي ده في منه تي اتش تي اهو او الدول ان لاين، وفي اللي هو الايه الاس ام دي. فانا مختار الاس ام دي زي ما قلت عشان اقدر احط اكبر عدد من المكونات على الدبل لين. كل واحد من دول زي ما قلت فيه اربع مكونات، فانت لما تيجي تنزله في الاسكيماتيك هتنزل هينزل لك اول واحد رقم ايه، بعد كده بي سي دي، لازم تنزل الاربعه ورا بعض بالترتيب، وبعد كده هتنزل كمان اربعه تانيين. فانت محتاج ايه تجيب اي سي اتنين من ده، تمام؟ بقى ايه تاني؟ دول كده اللي هم الثمانية. بقى ايه تاني؟ محتاجين بقى مقاومة متغيرة، تمام؟ ممكن نيجي كده نختار ده كله، نظهر المكونات كلها، نيجي على سبارك فان ريزيستورز،
مهم. هنيجي على البوتنشيومتر الجنري ولا ابن الدنيا دي تريم في مقاومة بالشكل ده ممكن تشتروها. دي برضو بتبقى موجودة بتتظبط بفك كده اسمها تريمر أو تريم بوتنشيومتر، أو تختار بقى حاجة من الإيه الشكل اللي هو الكبير المتعارف عليه. ولا واحدة من دول هتنفع معايا. عندنا اللي هي التريم بوت دي، ودي موجودة زي ما قلت موجودة ممكن تشتريها، بتبقى اسمها مالتي تيرن ريزيستور أو تريمر ريزيستور. تمام، هنيجي كده أقول له أوكي، هنزل منها واحدة بس أظبط بيها الريفرنس بتاع السنسورات كلها. تمام، باقي لي إيه تاني؟ البين هيدر اللي هيستقبل أو الكونكتور اللي هيستقبل لي إيه من باقي المكونات من باقي دايرة الـ IR. ده عند البين هيدر كان هناك عندي 6 سنسورات واتنين باور، يعني 8 أطراف. تمام، ممكن نختار اللي هو المايل ده أو ماشي الشكل الواقف أقول أوكي. عندي ايه تاني؟ محتاج ال اي دي 8 ال اي دي صح؟ انا كده هاجي على ال اي دي مش دي ال اي دي ممكن تيجي تختار اللايبراري اللي هي اسمها اللي اي دي برضه من جوه اللايبراري دي. تمام، وده عندك الايه اشكال اللي الداتا اهي. احنا زي ما قلنا احنا بنستخدم اللي هو ايه 3 مللي او 5 مللي، ولو انت معاك حاجه اس ام دي ممكن تستخدمها، يعني ده 0603 0805. خلينا نقول مثلا ان 0805 دي موجوده، يعني برضو خلينا نشوف لكم موجودة هنا ولا لا. نشوف لكم المقاس المتاح، يعني لا ما فاتكش كتير، احنا نعتبر لسه بادئين السيشن. تمام، 0805 موجود المقاس او 0805، فده اللي هنستخدمه ايه في البورد. هي كده انا اخترت هنا 0805 من اللايبراري اللي اسمها ال اي دي، جواها لايبراري تانية اسمها ال اي دي، واخترت من المقاسات اللي موجودة عندي 0805 او نفس الكلام في هنا 0805 تانية بقى. اي واحدة فيهم تعجبكم اختاروا. تمام، واقول له اوكي. انا محتاج كام واحدة؟ مثلا محتاج هنا خارج 1 2 3 4 5 6، ومحتاج ريزيستور. هنروح على بارك فون ريزيستورز، نختار ال 1206 من الجينيريك هنا من الريزيستور 1206 اهي. دي وظيفة الدايرة دي، الدايرة دي هتحول من الانالوج اللي خارج من السنسورات لتديني خارج ديجيتال. تمام، انا هقدر اظبط الريفرنس اللي هقارن بيه بحيث اطلع 5 فولت او جراوند من الدايره تقول لي ان عمل ديتكت او لا.
بدل ما الخارج اللي بقى طالع بيبقى خارج كونتينوس، تمام؟ انا لا، انا هطلع خارج ايه، خارج ديسكريت او خارج ديجيتال. يعني اخر خطوه انا نزلت مقاومات بس، يعني كل اللي عملته جيت هنا في الاد بارت دي، اخترت سبارك فان ريزيستورز وخدت المقاومه اللي هي 1206، وقبلها كنت مختار ال اي دي اللي مقاسها 0805، وقبلهم ال ام 324 والمقاومه اللي هي ايه التريم بوتنشيومتر دي، عشان اظبط بيها الريفرنس بتاع الايه السنسورات، تمام؟ تمام ولا في حاجة؟ تمام. ماشي، ممكن بقى نيجي نوصل كده. هنيجي على السبلاي. سبلاي 1 او 2 اي حاجه، باجي اجيب الجراوند، احط هنا هنا، ايه تاني؟ ماشي، لازم برضه نجيب تاني جراوند هنا كده، نيجي من السبلاي نجيب 5 فولت، تمام؟ في هنا في واحد فيهم كويس، من في هنا ايه نضغط كليك يمين كده واعمل انبوب عشان بتنات الباور بالظهر، تمام؟ اضغط على دول كده ظهر لي ايه، ادي بنات الباور بتوع الاي سي، كررها تاني. تاني يا شباب عشان الناس اللي ما شفتش الخطوة دي، كليك يمين على أي واحد من دول، من ما هو الأربعة دول كده، الأربعة دول مع بعض، كل أربعة مع بعض، الأربعة دول جوه أي سي، بس في مش ظاهر لي بنات الباور، يعني أنا عشان الأي سيات دي تشتغل محتاجة الأطراف اللي هي اللوجيك ليفل اللي هتشغلها، فباجي أضغط على أي واحد فيهم وأعمل انفوك، يعني لو في بنات مخفية ظهرها لي بيقول لي ايه اللي انت محتاج تظهره، انا اقول له مثلا محتاج هنا هو السيمبل كاتب لي الباور، هعمل عليه دبل كليك او اقول له او اختاره كده اعمل شو، تمام؟ اهو قال لي ان هو موجود هنا، انا ظهرته مثلا. طيب لسه الايسات اللي تحت ما ظهرتهاش، هاجي على اي واحد نفس الكلام، اعمل انفو اختار الباور واقول له شو، تمام؟ اجي هنا اخليهم كلهم الاثنين جنب بعض كده. طيب انا عشان اعرف دلوقتي الاطراف الصحيحه بتاعت ده، اللي انه البوزيتيف وانه النيجاتيف، او انه البوزيتيف وانه الجراوند، هاجي هنا شوف ال ال ام 324 داتا شيت، تمام؟ ادي شكل الاي سي، قال لي رقم 4 هو البي سي سي و11 هو الجراوند، يبقى انا هاجي كده هنا 4 اوصلهم ببعض اهو، و11 الجراوند، اخد نسخة من الجراوند من تحت كده اقول له يس، ومن الخمسة فولت اقول له يس، تمام كده وصلت الباور. بقى لي ايه؟
عايز اوصل دول كام ب 5 فولت. اجي اخد نسخة من الخمسة فولت ده، اوصل 5 فولت للاردوين، بحيث انا حبيت اسحب باور من الاردوين وكان ابيع عندنا مصدر 5 فولت بره وعايز اغذي منه الاردوينو، هغذي برضه ايه على طرف 5 فولت. طيب طرف الفي انبوت ده لو انت هتغذي بجهد اكبر من 5 فولت او 5 فولت ممكن برضه ايه توصله على طرف الفي انبوت، بس هنا طرف الفي انبوت بيدخل على الريجليتور الاول وبعد كده ايه يشغل الاردوين، فلو انت موصل لحد 12 فولت توصله على الفي انبوت يدخل على الريجليتور تمام ويطلع لك 5 شغل الاردوينو جوه. طيب لو انت هتوصل 5 على طول ومش هتحط 12 هتغذي على ايه طرف ال 5 فولت اللي هنا ده، ولو حطيت 5 على طرف الفي انبوت برضه هيشتغل، لان هو لما يعدي على الريجليتور هيلاقي الجهد 5 فولت مش محتاج يتعمل له اصلا ستيب داون، هيشتغل اوتوماتيك يعني الريجليتور هيعدي الجهد اللي جاي له كله. تمام يا شباب. طيب خلينا نيجي كده نكتب تي سي ار تي 5000 لاني ادي السيركت اهي عشان برضو الناس تبقى متخيله الدايره. احنا حتى الان ده الجزء ده اللي احنا عملناه لحد ما الاشاره طلعت هنا كده، والاشاره دي انالوج يعني احنا وصلنا لحد السلك ده المره اللي فاتت. عايزين بقى نعمل الجزء ده ان انا ده الكومباراتور او اللي هيقوم بعمليه المقارنه، انا جاي لي هنا جهد انالوج، الجهد الانالوج ده قيمه من 0 ل 5 فولت، يعني ممكن تبقى 0 ممكن تبقى 1 فولت ممكن تبقى 2 ممكن تبقى 3 ممكن تبقى 4 ممكن تبقى 5. طيب الكنترولر هل بقى كل مره هيقعد يشوف هل الواحد ده معناه ان هو عمل ديتكت ولا لا والاثنين عمل ديتكت ولا لا؟ انا محتاج احط له ريفرنس اقول له لو اكبر من ده يبقى عمل ديتكت ولو اقل يبقى عم ايه مش عامل ديتكت او دلوقتي مش فارق تمام. فانا هاجي اوصل المقاومه بتاعتي على طرف النيجاتيف او اللي هو الانفرتنج تمام، وهاخد الاوتبوت بتاعي او الخارج بتاع السنسور على طرف ايه النون انفرتنج. تمام يا شباب، عايز الناس تقول تمام اي حاجه كده، زمروا صفروا اعملوا اي حاجه، حسسوني ان انتم موجودين. اتفضلي يا باشمهندس. هو دلوقتي باشمهندس عماد، هو انت ليه ظهرت الباور والارضي بتاع الاوب امب؟ مش هما كده كده بيبقوا متوصلين انترنال في البرنامج نفسه، يعني كده لا كده هيظهروا في الار تي بي؟ احنا هنا مش في البروتس. البروتس اه لو في البروتس اقول لك ممكن، انما انت هنا مش في البروتس، ده في ايه طيب تمام. يعني يعني يجي لو انا للبنات اللي هي شكيت ان في اي سي في بنات من الزهره بضغط كليك يمين واعمل لها انفوك هتظهر لي لو في حاجه مخفيه اصلا. تمام، يعني هو ايجل مش زي بروتس، مش بيبقى موصل بالنت انترنال، لا 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 بيبقى خفيها بس. اه تمام ماشي يا باشمهندس. ممكن بقى نوصل ده كله كده. دول يا شباب اللي هيبقوا ايه؟ ده هيبقى طرف الريفرنس تمام؟ انا كده وصلت طرف الريفرنس بتاعه اهو على النيجاتيف او الانفرتنج تمام؟ وباقي ايه؟ السنسورات بقى اخدها على طرف النون انفرتنج ده. فخلينا مثلا نحط هنا كده على كل طرف مش هنحتاج اصلا الاثنين الاخرانيين دول. انا محتاج بقى اسمي دول برضه يعني زي ما انا كنت مسميهم في الدائره الثانيه، انا هعمل كنترول اس كده اسمي دي ايه اردوينو شيلد. طيب سريعا عشان الناس اللي ما تعرفش ايه الاردوينو شيلد، ادي اردوينو شيلد 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 ايه ماشي اردوينو شيلد. بص يا شباب شايفين الدوائر اللي موجوده هنا دي، الناس اللي شغاله ميديكال مثلا دي برضه انت ممكن تجيبها جاهزه بتعمل فلتر، بتشتغل كفلتر لاي ده لاي بتاع ده اي سنسور ميديكال
سواء اي كي جي او اي ام جي او اي سي جي وهكذا. دي مثلا بوردة تانية خاصة بالاس دي كارد موديول وبتدعم الاي او اكس. هنا بوردة تالتة بتدعم الايثرنت مثلا. بوردة رابعة هتلاقي عليها 7 سيجمنت وبزر زي ما انت عاوز بقى. شيلد تاني اهو، بروتوكولات كوميونيكيشن مختلفة. شيلد تالت كاكستنشن بوردة بس كده، انها تطلع لك اطراف توصل عليها السنسورات زي ما انت عاوز، او السيرفو او الكلام ده وهكذا. فانت بقى بتوصل زي ما انت عاوز، يعني انت مش محدود بحاجة قد ما انت محدود بعدد البنات او اللي هو الرجول المتاحة بالنسبة لك في الاردوين. تمام، دي بوردة برضو، ده شيلد. انت ممكن تعمل شيلد زي ده كده وتلحم عليه زي ما انت عاوز بقى، يعني انت بس تبقى مطلع البنات بتاعتك دي على بين هيدر جنب اهو، وتلحم هنا اي ساعات لو انت عايز توصل حاجة او تحط حاجة تجرب بيها. يعني هوريكوا برضو كذا حاجة تانية مختلفة. ده كيباد، كيباد شيلد برضو. تمام، ده اي اس بي شيلد او واي فاي شيلد. يعني الموضوع بقى انت ليك مطلق العنان في الموضوع ده، انت ممكن تعمل زي ما اي حاجة تحبها. ده موتور درايفر شيلد. انا كنت عامل شيلد شغل، انا عامه لما باجي اسلم شغل فيه برمجه او كده بحاول لو الموضوع، انا موضوع السكيورتي عندي فيه مشكله من الهاردوير سكيورتي، ان انت تحط بتاع ده الكونكتور ذات نفسه اللي انت هتبرمج بيه يبقى مختلف. ما تخليش بالنت البرمجه اي حد يقدر يوصل كده ويبرمج بايه بسهوله. لا انا مثلا باجي في الدوائر اللي بسلمها اما يبقى حاجه، انا زي ما بقول السكيورتي فيها مهمه قوي، بروح جاي عامل ايه، حاطط كونكتورز مختلفه، ابقى انا بس عارف هي متوصله ازاي ومعايا دايره البرمجه بتاعتها. يعني لو اي حد تاني حاول يبرمج البورده مش عارف يبرمجها، فانا مثلا باجي على بحط دي اس ال كونكتور مثلا وبرمج بكابل نت، الناس تبقى مستغربه، طب انت ازاي بتبرمج بكابل نت، هو انت بتوصل نت؟ لا يا جماعه مش بوصل نت، ده شغلنا الخاص، ده من الهاردوير سكيورتي. ممكن حد تاني يحط بتاع ده، ممكن تحط كابل دي اس ال اصغر. تمام، ممكن تحط كابل يو اس بي مختلف، كونكتور يو اس بي مختلف وهكذا. ده الموضوع ممكن تبرمج بكابل اي او اكس بس يكون مثلا 4 اطراف. انت ليك مطلق الحريه زي ما انت عاوز، بس الفكره ان انت اللي هو الانتلكشوال بروبرتي بتاعتك انت او الحاجه الخاصه بيك انت، محدش يقدر يبقى ليه اكسس عليها غيرك. تمام، لو هو الموضوع السكيورتي فيه مهمه. الناس كده وصل لها فكره الشيلد اللي احنا نعمله. الشيلد ده بقى يعني انت ممكن تطبقه على اي حاجه. ده شكل الشيلد ده يا شباب، بيبقى فيه بين هيدر كده من فوق في ميل ومن تحت ميل. تمام، عشان انا ده هوصله في الاردوينو وطلع لي نفس بنات الاردوينو تاني فوق اهي، بحيث لو حابب اوصل شيلد تالت فوقهم عادي يطلع لي نفس الكلام، شيلد رابع، شيلد خامس، شيلد سادس، زي ما جبنا اللي هو ايه كان في ستاك هنا كامله اهي، حاجه زي كده مثلا. دول اكتر من شيلد متوصلين مع بعض اهم. الموضوع زي ما بقول لك، الموضوع مش محدود حاجه قد ما هو محدود بالعدد البنات اللي متاح عندك. تمام يا شباب، تمام ولا مش تمام؟ تمام، طيب خلينا نرجع بقى نكمل كده. انا عايز اشوف ال، هقفل انا الاسكيماتيك دي وافتح الاسكيماتيك بتاعت السيشن اللي فات عشان اشوف الترتيب. اهو الترتيب زي ما انتم شايفين كده، كان ايه 5 فولت جراوند، ايه 0، ايه 1 لحد ايه 5. هرجع تاني لدي، هاجي هنا اقول له هات لي 5 فولت جراوند. تمام، وممكن اعمل حاجه تانية، ممكن اعمل كده، ركزوا بقى في دي. بدل ما انت بتقعد تعمل ليبل لكل حاجه، ممكن اضغط كليك يمين
بعمل بريك اوت بن واقول له اول بنز خليها لي يونيك، هيطلع لي ايه الاطراف اهي تمام وسمها لي. تاني كنترول زد، ممكن اجي من هنا الاول الليبل ده اخليه اون عشان يظهر لي الليبل بشكل كبير، واضغط كليك يمين بريك اوت بنز واختار اول بنز واخليها يونيك تمام. ممكن اسمي بقى دول، اجي على امر نيم كده اضغط على ده، ده كان 5 فولت مثلا، بس هو ما كانش اسمه كده، كان اسمه بوزيتيف 5 فولت. يبقى اضيف هنا اقول يس، ده كان جراوند، ده كان اي 0 اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 اي 5 تمام. احنا ممكن نعمل حاجه كمان مختلفه، ممكن نيجي بدل ما احنا مثلا منزلين كونكتور واحد بنفس البنات كده، لا انا ممكن اجي اعمل ايه اتنين كونكتور، يعني اروح جاي اعمل كده، خدت النسخه اهو وهحط نفس النسخه دي على النسخه اللي انا حطيتها القديمه، ركز معايا، وهسحب دي كده بقى كونكتد ايه الاتنين ببعض. طيب ليه الحركه اللي انا عملتها دي؟ انا عندي دلوقتي دول التمام بالنات اللي هيركب فيهم الكونكتور، طيب لو انا محتاج اخد اشاره انالوج اصلا، يعني انا مش محتاج الاشاره الديجيتال دلوقتي، حلو انا عملت الاشاره الديجيتال بس انا مش محتاجها، انا محتاج الانالوج ومحتاج اوصلها ايه على البنات الانالوج اللي عندي دي، هوصلها بجامبرز او هوصلها باتلاج زي ما انا عاوز تمام. فانا طلعت كونكتور تاني اهو وصلته بنفس البنات، يبقى انا هيبقى عندي اتنين كونكتور متوصلين بنفس الايه السيجنال، بس ده هيبقى متركب عليه مثلا الكونكتور اللي جاي لي او الكابل اللي هو الثمانيه طرف اللي جاي لي من دايره الاي ار، وده هيبقى متوصل بنفس بنفس الكابل اللي جاي لي بالثمانيه طرف، بس مطلع لي ايه اطراف بين هيدر مش متوصل عليهم حاجه، والاطراف دي هتبقى ايه انالوج تمام يا شباب. تاني ماشي، ده انا قلت دلوقتي ده انالوج، ده انا جاي لي دلوقتي الكونكتور ده بيبقى جاي ايه دي دايره اردوينو شيلد، انا مش عارف انت شفته لحد فين، يعني ده اردوينو شيلد اهو، ده بالشكل ده، وقلنا ان كل حاجه من دول بتأدي وظيفه مختلفه، وان انا ممكن احط اكتر من شيلد فوق بعض تمام، زي كده مثلا تمام. الشيلد اللي احنا بنعمله حاليا هيحول من انالوج لديجيتال، هيحول اشارات الاي ار اللي خارجه من السنسورات من انالوج لديجيتال، بيعمل عمليه مقارنه، احنا بنحط ريفرنس جهد ريفرنس دلوقتي، ولو الاشاره اللي جايه من السنسور اكبر من الريفرنس ده هيطلع بوزيتيف، لو اقل هيطلع ايه 0 فولت تمام، يعني عمل ديتكت او ما عملش. كانت باشمهندسة أسماء محمد يعني بتقول ليه حطينا اتنين كونكتور؟ أنا قلت دلوقتي الإشارة اللي جاية لي أنالوج ومتوصلة على الكونكتور ده مثلا، هي دلوقتي متوصلة، يعني أنا لو وصلت الكابل مش هقدر مش هلاقي أماكن تانية أقدر آخد من عليها إشارة. طب لو أنا محتاج أبقى موصل الكابل وفي نفس الوقت عايز آخد إشارة أنالوج، ممكن أوصل إيه الكونكتور التاني ده آخد من عليه الإشارات تمام؟ جاوبت على سؤالك؟ تمام. هاجي بقى اسمي دول اي 0 اي 1 2 اي 3 اي 4 اي 5، بس ما عندناش بقى ولا اي 6 ولا اي 7 تمام، عندنا 5 بس، والخارج بتاعهم طلع على الليدات كده. طيب انا محتاج دلوقتي اعمل ايه؟ اخد بقى الخارج الديجيتال،
محتاج اخد الستة خارجة ديجيتال دولت ادخلهم على بنات ديجيتال من هنا، مش انالوج بقى، يعني هدخل على بنات ديجيتال عشان اقرا على طول الاشاره، لا اما هاي لا اما لو. انا هاجي برضو اعمل نيم كده واقول له سمي لي دي مثلا دي زيرو ودي دي واحد دي اتنين دي تلاتة دي أربعة دي خمس. تمام يا شباب؟ طيب دول كده ست أطراف، محتاج إيه تاني؟ ولكن أنا عندي دول دلوقتي من دي زيرو لدي 13، دول 14 بالناية. أنا أخدت منهم ستة للأي آر ديجيتال، باقي كام واحدة؟ باقي معايا لسه 8. لو احنا قلنا ان احنا ننزل برضو موتور درايفر، يعني لو انا جيت كده قلت له عايز ال 293 دي تمام، ده ال تي اتش تي وده ثرو. تمام، احنا خلينا في ايه ده برضه اهو، ده الاس ام مايكرو الكترونكس. اختار الشكل اللي هو ايه اللي 293 دي اللي هو الاس ام دي، واقول له اوكي. ده يا شباب اللي انا بنزله دلوقتي ده موتور درايف، يعني ده هيتحكم في مواتير. طيب دايما دايما ال VSS ده اللي بيبقى اللي هو اللوجيك ليفل فولت، يعني او اللوجيك فولت اللي بيشغل الاي سي ذات نفسه، اللي هي اخر بنايه خالص في الاي سي على اليمين فوق اللي هي رقم 20. يعني هو بيقول لك مثلا ده 20 بن، اخر بنايه فوق على اليمين خالص اهي. تمام، اجي اوصل بنات الجراوند دي كلها كده مع بعض، بنات الجراوند دي مع بعض. وهو هنا الناس اللي ممكن تكون بتتساءل هو ليه حاطط بنات الجراوند دي كلها، الاي سيات الاس ام دي مشكلتها انها يعني اللي هو ايه، انا عشان اي سي زي ده شغل مواتير هيمشي فيه مثلا 500 مللي امبير، يعني نص امبير مثلا او 1 امبير بالكثير قوي، لازم يبقى عندي بنات كتير او يبقى عندي رجل كبيره تقدر تتحمل التيار اللي هيدخل فيها ده او التيار اللي هيخرج منها. تمام، فهنا بيجي يعمل لي ايه الجراوند ده بالنسبه له اللي هو الريتيرن لاين، فلازم يخلي فيه بنات كتير. زي ما انا قلت كنت في السيشن اللي فات كنا بنعمل ايه، كنا بنعمل فايز عشان نزود المساحه المعرضه للجراوند عشان نربط الايه اللايرز ببعض. هو نفس المبدا كده اللي هو عامله هنا، حاطط بنات كتير للجراوند على اليمين وعلى الشمال عشان يقدر يخرج ايه، يخلي اكبر قدر يعني اكنه بيعمل تراك، بس التراك ده عريض وبيقسمه على رجول بقى. تمام، لان ده بقى اي سي ديزاين بقى مش بي سي بي ديزاين كمان، يعني انا بتكلم دلوقتي على الاي سي من جوه ليه هو عامل بنات جراوند كتير. تمام، هنيجي هنا بقى ده ال في اس اس رقم 20 ده هيبقى 5 فولت، وال في اس ال في اس ده هيبقى اللوجيك ليفل اللي هشغل بيه، مش اللوجيك ليفل بقى، جهد اللي هشغل بيه المواتير. يعني لو انا جيت هنا كده هقول ده 12 فولت مثلا، وده هيبقى 5 فولت. بس بص شاكك مثلا في التوصيله دي، هتيجي تروح جاي فاتح جوجل تقول له ال 293 دي اس ام دي داتا شيت. هتلاقي شكل الاي سي
وادي الأطراف بتاعته. تقلب بقى في الداتا شيت براحتك، هتلاقيه بيقول لك إن الـ VSS اللي فوق ده اللي هو اللوجيك ليفل المفروض يشغله، تمام. حتى هو هنا شايفين هو عامل إيه، هو هنا موصل لك الـ VCC 2 بالمواتير بدايودز ريفيرس. احنا كده كده ما بنحتاجش الدايودز الريفيرس، تمام. هو الاي سي اصلا بيبقى فيه حمايه من جوه اهو، هنا نفس الوضع. ده شرح لك الايه الاطراف بتاعت الايه ال 293. ده بورده تانيه، ادي الطرف اهو توصل ب 5 فولت دي سي، وكاتب لك عليه ان هو ريجوليتد. وهنا بيقول لك من 4.5 ل 36 فولت دي سي الجهد اللي اتشغل بيه المواتير، بس تخلي بالك ان ده بيقدرش يتحمل تيار عالي، يعني اقصى حاجه زي ما قلت يقدر يعمل لها سبلاي او يقدر يديها لك 1 امبير. بعد كده بيحصل له ايه؟ ثيرمال شوت داون، يعني لو سحبت منه تيار عالي درجه حرارته هتعلى، هيروح كده فاصل لوحده، تمام يا شباب؟ نرجع بقى لده كده. واحد امبير ماكسيموم، او ممكن يبقى اقل من كده كمان، نص امبير كمان، 500 مللي، يعني ده اس ام دي. انت لو جيت تشوف كده اهو داتا شيت ال 293، قراءة الداتا شيت دي مهمة جدا 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 في أي حاجة، تمام. كاتب لك إيه؟ أوتبوت كارنت 1 أمبير بير تشانل 600 مللي أمبير والإيرلي 293 دي، ده اللي إحنا مستخدمينه، يعني أقصى حاجة يقدر يديها لك كام؟ 600 مللي، تمام؟ البيك أوتبوت كارنت ده للأي سي كله، يعني الأي سي كله اللي هو التشانلز كلها لما تبقى شغالة أقصى حاجة يقدر يديها لك 2 أمبير، وهو هنا اللي هو 1.2 كمان أهو، بيقول لك 1.2 لل L293 دي، لأن ده بقى L293 إكس، يعني هتلاقي في فئات كتير هو ذاكرها هنا إيه؟ الداتا شيت، تمام يا شباب. انت جيت على في سي سي 1 هتلاقيه كاتب لك هنا اهو في سي سي 1 ده هو 5 فولت سبلاي فور انترنال لوجيك ترانسليشن. ايوه، ما انت وصلت 4 مواتير عليه واتحرق، عشان كده هو اقصى حاجه يقدر يديلك 600 مللي، تمام. الناس بقى اللي بتحب تقرا في الداتا شيت وتقرا هتلاقي فيه معلومات كتيره لو انت حابب تستفيد يعني، بس ده اللي انا بقول لك عليه ده الجزء اللي يهمك، لو انت تعرف الكرنت والجهد قد ايه وترتيب البناء، تمام يا شباب. عندي هنا اطراف الاوت 1 والاوت 2 والاوت 3 والاوت 4 دولت اطراف المواتير، يعني انت لما تيجي كده توصل الموتور الاول هيبقى على الاوت 1 والاوت 2 حتى هو رابطهم لك ببعض اهو، والاوت 3 والاوت 4 دول رابطهم لك ببعض، دول كده مع بعض اسمهم تشانل ودول اسمهم تشانل، تمام. حتى هنا جايب لك الان 1 والان 2 والانيبل بتاعهم، وهنا الان 1 والان 2 والانيبل بتاعهم. طب ايه الان 1 وايه الان 2 وايه الانيبل؟ الان 1 والان 2 دول بيتحكموا في الدايركشن بتاع المواتير، يعني دول كده الثلاث اطراف دول 1 و2 هيتحكموا في الدايركشن بتاع الخارج بتاع الموتور اللي هنا، والانيبل هيتحكم لي في السبيد، يبقى انا ابقى متاكد 100% ان اطراف الانيبل اللي انا هوصلها هنا دي تبقى متوصله بايه؟ ببنات بتدعم البلس ويدث موديليشن. ودي هعرفها ازاي؟ لو انا رحت كده جبت اردوينو هونو بن اوت، جبت صوره كده اي صوره، بس حاجه الالوان تكون فيها واضحه. انا مثلا نفتح دي ونكبرها، اهي في هنا جنب كل في ارقام كده معينه هتلاقي جنبها زي علامه اللي هو ايه
التقريب اللي هو تقريبا تساوي كذا مثلا، تمام؟ هي العلامة بتبقى عاملة زي نص انفينيتي كده، تمام يا شباب؟ معمولة كده زي ساين ويف، أكنك رسم ساين ويف كده. هتلاقي الأطراف اللي مكتوب عليها كده رقم 3، تمام؟ رقم 5، 6، 9، 10، 11. تاني أرقام 3، 5، 6، 9، 10، 11. ممكن أجي كده عشان ما أنساهمش، أهو أقول له 3، 5، 6، 9، 10، 11. العلامة أهي، ده الشكل بتاعها. اللي هتلاقيها على ايه؟ على الاردوين. واقول له اوكي عشان مثلا ما انساهمش. ممكن اجي اخليهم هنا جنبي كده، تمام؟ وابدا اوصل بقى زي ما انا عاوز. خلينا مثلا ناخد ايه، هنسيب 0 و1 دول، عشان دول بيبقوا اسمهم اللي هو ايه، الهاردوير، الهاردوير يو ار ده، لو انت وصلت عليه بلوتوث مديول مثلا او وصلت عليه بالنات، لو انت بتحاول ترفع الكود هتعمل لك مشكله، ممكن الكود ما يرضاش يترفع، تمام؟ فهنخلي الزيرو والوان دول، او انت بترفع الكود وموصل حاجه على الزيرو والوان، الحاجه دي هتاخد اكشن كانك بتطلع عليها خارجه كده. فاحنا هنسيب الزيرو والوان مش هنستخدمهم، تمام؟ ونبدا ناخد من اول 2 لحد دي 13، يعني من دي 2 لدي 13. فخلينا مثلا نقول له الانيبل واحد، الان 1 ده نسميه ايه، دي كام؟ هنقول له مثلا ايه، 2، وده يبقى 3. انيبل اهو، انيبل واحد هنوصله ب3، والان 2 هنوصله يبقى 2، 3 يبقى ده 4. نيجي هنا محتاجين ماشي 5، 6، قول له ده 5، 6، 7، تمام؟ يبقى انا كده خدت ايه، 6 انالوج برضه ايه، يعني الخارج بتاعها بي دبليو ام او بلس ويدث موديليشن، تمام؟ فدي ما عنديش مشكله فيه. محتاج انزل ايه اللي هوصل عليه المواتير؟ روزيتتين. هاجي على ازر لايبرز كلها كده، هاجي على الكونكت بي تي ار، تمام؟ اي كي 500 على 2 اتش، او اي كي 300 على 2. مية على 3، 500 على 2، تمام؟ 2 على 2 اتش عشان نظهر المكان اللي هنكتب فيه الاطراف اللي بدنا احنا عاوزين نكتب. فانا مثلا اخترت اي كي 500 على 2 اتش من اللايبراري اللي اسمها كونكت بي تي ار 500، واقول له اوكي. ويبقى ده خاص بالموتور الاول، ودول خاصين بالموتور الثاني، تمام كده؟ ده ايه بقى، اسمي ده بالـ ground، اقول له نيم كده، خلي ده ground. ومحتاج ايه، محتاج احط ال 12 فولت بتاعي اللي هغذي بيه. طيب ال 12 فولت بيبقى في عندك كونكتور في الاردوين، انت مجرد ما توصل على الكونكتور ده، لو انت عايز تستخدم الكونكتور بتاع الباور او مدخل الباور اللي موجود في الاردوين اللي هو بقى هنا كده، هيغذي لك البورده بال 12 فولت. يعني انا ممكن اجي اوصل الفي ان ده اهو اسميه 12 فولت، ومجرد انت ما توصل في الكونكتور بتاع الاردوينو هو يطلع لك 12 فولت ايه على الكونكتور ده. وممكن اعمل ايه العكس، احط كونكتور باور تاني فوق على الشيلد بتاع الاردوينو، تمام؟ واخلي ال 12 فولت بتوعي يغذوا ايه،
بوردة الأردوين. ماشي يا شباب، فاللي انتوا عاوزينه ممكن نيجي نعمل كده، نحط كونكتور. فأنا باجي هنا بقى في الجاك، باجي في الديسكريبشن اكتب حرف الجي كده، يودينا على الكونكت جاك اهي. اختار اي واحد منهم الاثنين ايه زي بعض او من المجرة دي نفس الكلام. بختار الصباع فيها ده اعرض من جوه، دي اللي هتلاقيها موجودة اصلا بره في السوق يعني. انما هم كلهم مفيش فرق بين الاربعة، كلهم نفس الناس. نزلت انا ده الكونكتور ده دلوقتي اهو. اتفقنا ان الطرفين اللي تحت دول كانوا ايه؟ دول الجراوند، الطرف اللي فوق ده كان البار. طيب انا مش عايز برضه يعني، خلينا اعمل كده كونكتور وعايز احط سويتش اون اوف. هسمي ده باور، هسمي ده جراوند. ممكن افصل الباور بس واسيب الجراوند عادي شغال. يبقى انا برضو لان انا كده خليت ايه الدايره اوبن سيركت بقى، ما عنديش مشكله في حاجه. هاجي هنا اجيب الكونكتور بتاعي، كان السويتش كان موجود في ايه اللايبراري اللي اسمها سويتش ام اي سي، صح؟ انزل تحت كده سويتش اهي، كان اسمه بي في اي 2 ار، بي في اي 2 ار، تمام؟ بقول له اوكي. ده السويتش اللي هو كان السويتش الست طرف الازرق. اوصل بقى ده اوصل ده هنا كده، مش تفرق معايا بقى. ممكن اخد دول اوصلهم اصلا ببعض، لان انا هنا الجراوند انا مش حط... انا مش هيفرق معايا ان انا افصل الجراوند، انا عايز الخارج بتاعي يبقى ايه اللي جاي لي بس هنا. هنا سواء قفلت او فتحت الجراوند هيبقى دايما متوصل، انما الباور هاخده من على النورمال ايه النورمال اوبن. نسمي ده 12 فولت، يس تمام. بس في حاجه تانية، انا دلوقتي ال 12 فولت ده هيعمل لي عمليه ايه؟ هيشغل لي المواتير. وايه تاني؟ ممكن ادخله على الفي ان يشغل لي الاردوين. طيب وال 5 فولت، 5 فولت دول كده لو انا سبت البورده بالوضع الحالي ده، الاي سي ده اهو هيبقى شغال بيتغذى من البورده والسنسورات وال ال 200 وال ال 324 بيتغذوا من الاردوينو، هيحرقوا لي الايه الريجليتور اللي موجود على بورده الاردوينو، لان الريجليتور اللي على الاردوينو ما بيقدرش يستحمل الا 300 او 800 ملي امبير، لان هو سيلف ماونت، تمام. فانا عشان نحلي نحط ايه 2 ريجليتور، او ممكن نحط بتاع ده دايره باور خارجيه لوحدها. تاني يا حازم بص، انا دلوقتي وصلت هنا مدخل اهو الباور، هغذي من ده طلع لي هنا 12 فولت، هشغلوا لي ايه المواتير اللي هنا. طب لسه في اللوجيك ليفل بقى اللي هو الخمسه، ما هو ده الاي سي ده عشان يشتغل محتاج 5 فولت، والال ام 324 عشان يشتغل محتاج 5 فولت، والسنسورات الاي ار اللي بره عشان تشتغل محتاجه 5 فولت. كل دول المشكله مش في ال 5 فولت، المشكله في التيار اللي هم يحتاجوه. يعني انت لما تيجي تعمل سمشن الكارنت بتاع البورده كده ممكن يعدي 2 امبير، تمام. طيب انا هنا الريجليتور اللي موجود على بورده الارض في اللاي اوت، اقول اوكي. محتاج كام واحد؟ محتاج 2، ادي واحد ادي 2. وزي ما اتفقنا بقى احنا ما قلتلكوش على الحته دي قبل كده. طيب انا هاجي المره دي هنزل دايت، وهقول لك ليه انا مختار دايت. ما اعرفش اذا كنت قلت لحد عليها ولا لا. دايت اللي هتلاقيها موجوده برضو عشان الناس ايه
الدايتز اللي انا اللي بنستخدمها هنا هتلاقي الواحد ان 4004 او الواحد ان 4007. القيم دي اللي لما تروح تشتري يعني ده اللي انت هتقول ده اللي انا محتاجه، يعني ده بيديك لحد واحد امبيك، تمام؟ اللي هو الواحد ان 004 او الواحد ان 007. انا كل اللي انا هستخدم الدايت ده ليه؟ اما انزله اشرح لك هو موجود ليه او لما اوصله في الدايت. انا مثلا احط ده على الاوت هنا وده على الاوت هنا، ده على الجراوند وده على الجراوند. بص يا سيدي، ممكن حد يبقى وصل له فكرة التوصيلة ذات نفسها ليه متوصلة بالشكل ده؟ وانا ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ يعني عشان ازود كرنت بعمل ايه؟ بوصلهم بارلل، يعني بوصل اتنين مع بعض بارلل. لو ده بيطلع 1 امبير وده بيطلع 1 امبير، فانا المفروض الخارج اللي طالع لي هنا دلوقتي كام؟ 2 امبير، صح؟ والتغذية بتاعتهم في الانبوت واحد، بس انا حاطط دلوقتي دايت فورورد مع الخمسة فولت الخارج، وحاطط هنا دايود ريفيرس مع الجراوند. الجزء ده كهربي شويه، فانا عاوز الناس تركز فيه. لو انا جيت دلوقتي، خلينا اسمي بس دول عشان ما انتوش 12 فولت. وده جزء 5 فولت. وده جراوند. بص يا سيدي، لو انا جيت دلوقتي قلت لك انا هحط دول كده اوصلهم مع بعض من غير ما احط الدايتز دي، الريجليتورز ما بتبقاش لينير، يعني مش شرط ان انا عشان وصلت جهدي للريجليتور ان هو يطلع لي 5 بالظبط. ممكن تلاقي الريجليتور مطلع 5 1 من 10، 5 2 من 10، ممكن تلاقي الريجليتور مطلع 4 9 من 10 وهكذا. ففرضا ان حصل عندك ريجليتور من دول، ده مثلا طلع 5 1 من 10 وده طلع 4 و9 من 10، ما تفكرش ان الاثنين هيشتغلوا عادي كده، لا، واحد فيهم عشان هما الاثنين متوصلين بارلل، مؤشر في التوصيل على التوازي ان المكونات تكون كلها ايه؟ نفس الجهد، مش شرط تكون نفس التيار، التوصيل على التوازي يكون نفس الجهد. طب التوصيل على التوالي يكون نفس التيار، يعني لو انا موصل بطاريتين مع بعض توالي لازم يكون البطاريه دي لو دي 1000 مللي اللي هتوصل بعدها لازم تكون 1000 مللي. انما لو توازي، لو توازي لازم الاثنين يكونوا نفس الجهد، يعني انا اوصل بطاريه 1 فولت لازم اللي توصل التوازي معاها تبقى 1 فولت. اهو نفس الكلام هنا، لو ده طلع 4.9 من 10 وده طلع 5.1 من 10، اللي طلع 5.1 من 10 ده هيغذي اللي طلع 4.9 من 10 يحرق تاني. ده طلع دلوقتي جهد اكبر من ده، ده طلع 4.9 وده طلع 5.1 من 10، ده هيغذي ده يحرقه. يبقى انا كده ما استفدتش بالبوتنشال بتاع الدايره اللي انا عاملها، او اللي هو ايه، ما عرفتش اطلع بكل المميزات اللي انا عاملها. يبقى فرحتي انا حطيت 2 ريجليتور بس مش عارف استفيد منهم. طب انا بقى اما جيت حطيت الدايودز هنا، دي بتعمل لي، بتمنع لي الجهد ان هو يرجع. يعني لو واحد من دول طلع الخمسة فولت اهو حب يغذي ده، هل ينفع ادخل ارجع ريفرس كده من الدايت ده؟ مش هينفع. نفس الكلام هنا، مش هينفع ارجع. طيب ليه الدايود اللي انا حطيته على الجراوند؟ هو انا اصلا ممكن ارجع بالجراوند وانا عايز اعدي كده بالجراوند؟ ممكن ارجع هنا. لو انا جيت قلت لك ايه، احنا هنشيل الاثنين اللي تحت وهنشتغل بالاثنين اللي بره بس، ما يهمنيش الجراوند اللي تحت، لان كده كده ده ايه، ده ريتيرن لاين. اما تيجي تبص هنا، الجهد هنا المفروض اللي طالع يبقى كام؟ 5 فولت ناقص 7 من 10، صح؟ اللي هو 4 وكام؟ 4 و7، 4 و3 من 10. طيب لما تيجي تاخد الجهد من هنا من على الدايت ده، مش هنا ده كده سالب 7 من 10 فولت ده؟ يبقى انت لما تيجي تقول هنا 4 و3 من 10 فولت، انا هاخد بقى الجهد بين النقطتين دول، بين النقطه اللي طلعت هنا بعد الدايت وبين النقطه اللي طلعت هنا بعد الدايت، يبقى ده 4 و3 من 10 ناقص ناقص 7 من 10. تاني انا حطيت ده ريفيرس كده عشان يدي لي ايه؟ سالب 7 من 10 على الجراوند، فيعوض لي النقص اللي انا عملته هنا في الايه؟ للدايتز اللي انا حطيتها دي. يعني ده هيطلع لي بعده المفروض الخارج اللي طالع بعده يبقى كام؟ 4.3 من 10. حطيت انا واحد تاني ياخد 7 من 10 فولت اهو، يديني هنا سالب 7 من 10 على الجراوند، يبقى هنا 4.3 ناقص ناقص 7 يديني ايه؟ ال 5 فولت بتوعي كاملين. تمام يا شباب؟
تمام الجزء ده ولا في اي مشكله؟ الجزء ده مهم جدا، وانا بتشرح في كورسات الكترونكس ولا ليه؟ لا يعني دي كده اللي هو ايه، اللي هو بقى الحاجات اللي هي بتبقى متوارثه فعليا، اللي هو حد بينقلها لك وانت تنقلها لحد تاني وهكذا. عايز تكتر تيار بقى، يعني انا في بورد كنت بعملها ببقى حاطط فيها 6 ريجليتور، في دوائر ببقى حاطط فيها 9 ريجليتور، دوائر ببقى حاطط فيها 12 ريجليتور وهكذا. العميل مثلا ما بيبقاش عايز يحط دايره باك كونفرتر او حاجه مثلا زي ال 25 96 او الكلام ده، فعايز حاجه ما تكلفوش كتير، ده الواحد مثلا ب 5 جنيه، فلما يحط 10 ب 50 جنيه بالنسبه له، لا ما يحط ال 70 جنيه في دايره 25 96 ترانزستور ومنظم. طب الترانزستور يعمل ايه؟ ما هو المنظم ده اللي هو الريجليتور، في ال 25 96 ده باك كونفرتر، ده بقى فيه اصلا دي بيبقى فيها كنترولر من جوه يعمل عمليه شوبينج. ماشي، ما هو الترانزستور هيعمل ايه؟ الترانزستور عشان يشتغل محتاج حاجه تشغله، فاهمني؟ طب انا هنا دلوقتي حطيت 2 اهو، وليكن دول يطلعوا لي 2 امبير. عايز تكتر التيار، هتحط نفس الجهد، نفس دول كده تروح جاي واخد منهم نسخة، حطيت مكررها تاني بعدها، والخارج بتاعهم يتوصل برضه ايه مع بعض. تمام، بقى ايه تاني عايز بقى اوصل؟ لسه ما وصلتش حاجه، انا لسه ايه على الاردوين. ماشي، ممكن ناخد بقى من اول الاطراف اللي هي 2 دي، يعني انا هاجي كده فار ايه، ما انا قلت لك اهو بالنسبه له ان انت تحط له 10 ريجليتر الواحد ب 5 جنيه، يعني ال 10 ب 50 جنيه، ولا انك تحط دايره 25 96 تكلفه 70 جنيه مثلا، مع ان اللي انت هتحطها من 70 جنيه دي احسن، لان زي ما بقول لك فيها كنترولر، لو انا ظبطت الجهد على قوه معينه هيفضل محتفظ بقيمه الجهد دي اللي في الخارج مهما الجهد اللي في الداخل زاد. يعني لو انا حاطط مثلا 70 فولت في الداخل وانا ظبطت الخارج بتاعه على 5 فولت، في كنترولر جوه مهما الجهد يقل او يزيد هو مش هيطلع لي غير الايه؟ ال 5 فولت. فاهمني؟ لان دي تبقى دايره فيها كنترولر، يعني قايمه على برمجه، مش مجرد ان هو فولتج ريجليتور عادي. نسمي دي بقى 2 3 4 5 6 7 تمام. دول كده اللي هم ايه؟ 2 3 4 5 6 7، دول الخاصين بالايه؟ بالموتور. طيب باقي لي ايه تاني؟ الاطراف بقى الخارج اللي هي الانالوج من اول دي 0، الديجيتال من اول دي 0 لحد كام؟ دي 5. هاجي كده اقول له مثلا هاخد من اول هنا دي 0 دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5. تمام يا شباب؟ انا كده وصلت ايه؟ ادي خارج السنسورات اللي هي الديجيتال، وادي عندي ايه؟ دولت اللي هم كانوا خاصين بالموتور درايفر. طيب لو انا جيت خلصت بالناتج ديجيتال، وانا كنت قلت الموضوع ده لحد قبل كده في سيشن من السيشنات تقريبا، كان لا كان اما كان رزق كان بيشرح. إيه لو انت خلصت بالناتج ديجيتال دي، يعني هنا الديجيتال بدأ من كام؟ من دي 0 لحد دي 13. طب انا محتاج بالنات ديجيتال تاني اعمل ايه؟ هتلاقي عندك في الداتا شيت بتاع الاردوينو بيقول لك ان الاي 0 والاي 1 والاي 2، اعتقد الاي 3 كمان ممكن تستخدمهم كديجيتال، بس انت هنا اخر بناك كام؟ دي 13. اما تيجي تعرف اللي بعدها بتعرفها بتقول بين مود دي 15 دي 14 دي 15 دي 16 وهكذا، هتلاقيه بيعرف لك دي كديجيتال وبيعرف لك دي كديجيتال وبيعرف لك دي ايه كديجيتال.
انا لو رحت على الرسمه اللي كانت هنا دي كده هتلاقيه كاتب لك ايه، ان البنات دي الوظيفه بتاعتها انها اي دي سي اهي، تمام، وفي نفس الوقت ممكن تستخدمها ايه ديجيتال. تمام يا شباب، ممكن استخدمها ايه كديجيتال. اهو كاتب لك هنا دي 14، دي 15، دي 16، دي 17، 18، 19. تمام، ده انا ممكن بقى تطلع دول عايز تشغلهم زي ما تحب. حد بقى ممكن تفتكسوا بقى براحتكم، ممكن تاخدوا مثلا الـ A4 وA5 دول اي سكوير سي. ممكن حد يطلع الطرفين بتوعهم مع 5 فولت وجراوند ويقول مثلا انا هوصل ال سي دي شغاله بالاي سكوير سي مثلا. ممكن حد يجي تاني يقول انا هاخد طرف من الاي زيرو ده اوصله بايه؟ بتاع ده، اخده مثلا اوصله ب 7 سيجمنت. حد يقول انا هاخد من اي زيرو لاي 4 اللي اي 3، الثلاث اطراف دولك مثلا اشغل بيهم ايه؟ 7 سيجمنت مثلا. تمام؟ 7 سيجمنت هي بتبقى شغاله بتاع ده، بتحتاج اربع اطراف، تحتاج ثلاث اطراف اللي هو عشان تعمل كاونت من صفر لحد 2 اس 3 اللي هم ايه الثمانيه، بس هي بتحولهم بي سي دي، يعني بتحول الكود اللي انت هتبعته بي سي دي، هتحتاج منك اربع اطراف. فانت ممكن تستخدم مثلا عن البازر، او لو مش هتستخدم الايه البنات دي او تاخد واحده من البنات الديجيتال اللي هنا، الموضوع لك مطلق الحريه فيه يعني. تمام، لحد دلوقتي حد عنده اي اسئله؟ ممكن بقى تضيف مكثفات قبل الريجليتورز وبعد الريجليتورز. تمام، يعني انت المفروض اصلا لو فتحت الداتا شيت بتاع 7805 هتلاقيه بيقول لك انت المفروض تحط مكثف قبل ومكثف بعد عشان يعمل لك عمليه ريجليشن، ان هو يطلع لك الجهد اللي طالع ريجوليتد، يعني ما فيهوش اي نويز، ما فيهوش اي سبايكس. لو حصل فولتج دروب يعوض لك الدروب ده. تمام، ممكن تكون براحتكم بقى زي ما انتوا عاوزين. تمام يا شباب، طيب نتنقل للاي اوت ولا عايزين نضيف حاجه ثانيه؟ ما عنديش مشكله. نضيف حاجه ثانيه قبل ما نروح للاي اوت ولا تمام؟ انا من رايي بس نرص احنا دول، نرص دول الاول على البورده ونشوف هنظبطها ازاي مع بعض، بحيث انها مش عايزينها تطلع عن ايه اطار الاردوينو شيل. لو طلعت حاجه بسيطه مش مشكله، نحط ديسبلاي. مش هنحط ديسبلاي بقى، نحط كونكتور للديسبلاي، لان هي الديسبلاي شغالها اي سكوير سي، ونطلع لها بس الايه الاطراف بتاعتها. يعني لو احنا جينا كده هنكتب اي تو سي ال سي دي، تمام، اجيب الصور، لان دي انت مش شرط تثبتها على البورد. عايزين نشوف الاطراف اهم، تلاقي عندك الجراوند الفي سي سي اس دي اي اس سي ال. يبقى انا لما نيجي هنا كده ننزل بين هيدر اربع اطراف، نفس الكلام بريك اوت كان ترتيبهم جراوند بي سي سي جراوند بوز 5 فولت اس دي اي اس سي اس دي اي وهنا اس سي ال بص يا سيدي. تلاقي بقى ايه الاردوينو، عايزين نرجع تاني الشكل اللي فات تاني كم مرة. تلاقي هنا الاطراف اهو
الاس دي ايه اللي هو الاي 4 والاس سي ال اللي هو الاي 5. اس دي ايه الاي 4 والاي 5 اس سي ال دي ايه اس سي ال. تمام. حاجة تاني نسمي بقى قبل ما نروح، نسمي ده كده ال سي دي او اي تو سي ال سي دي اي حاجة. نسمي ده باور او بي بس عشان تاخد حاجة هناك. نسمي ده ماشي، خليه زي ما هو ال من 93 كده زي ما هو. حط فاليو بقى، بعدين نسمي دول كونكتور 1 كونكتور 2 بعدين نحط فاليو دي معمولة 10 كيلو اهي 22 22 22 تمام. ريجليتور دول ممكن اقول له 78.05 78.05 ممكن اقول له ان واحد مثلا او رايت موتور. الحاجات دي بتفيدك في ايه؟ اما بتيجي تعمل اما بتيجي تبرمج تمام الليفت موتور. ممكن نعمل بقى نرجع تاني نشيل الفاليو ونغير النيم على طول. خلي دي رايت موتور مثلا ودي ايه ليفت موتور. تمام يا شباب، حد عايز يضيف اي حاجة تانية قبل ما نروح هناك لاي اوت؟ حد عايز يضيف حاجة قبل ما نروح لاي اوت؟ تمام. رحت اللي اوت عملت سويتش تو بورد تمام، نقلني للبورد. انا الموضوع اللي هنا ده بيبقى مستفزني فانا بقفله من هنا كده زي مانجر سبيكتور سلكشن فاكتور. طيب انا هاجي دلوقتي اروح جاي اعمل ايه؟ هعمل ديليت دي كده سلكت ده كله دي. وانا محتاج اشتغل على ايه؟ بعد الاردوينو بس اللي موجود عندي ده ابدا بقى انقل المكونات بتاعتي عايزين نرصها بحيث نحصل على افضل شكل. انت عايز تقول حاجه؟ الكونكتور ده كده نجيبه نفس الابعاد بتاعت الكونكتور اللي تحت. هنجي نعمل الاول نعدل الجريد المليمتر كنا نخليته فوق الكونكتور اللي تحت بالظبط. بقى ايه تاني؟ سويتش اجيب سويتش هنا كده ماشي. ممكن نجيب الرايت موتور يبقى كده والليفت موتور مثلا أو العكس. نجيب الليفت موتور هنا كده الرايت موتور هنا نظبط بقى.
كده تاني كونكتور بتاع مش كونكتور الأول يكون هو يجي لي بنفس الوضع ده كده كونكتور التاني regulators نفس الكلام بس ايه ادي بتزود الواحد واشوف كده التايم ممكن أجيب أسلمك دول كده مع بعض وأقول لهم إنهم أونلاين ممكن أنا أختار دول كمان يلا أجيب عليك أونلاين ممكن نعمل موف من إلهم فوق السيكة ممكن نعمل ده اهو ده كان مين ده الموتور درايفر ماشي انا عملت له ميرور كده انا عملته في اللير اللي تحت ماشي ممكن نحط هنا في بتاعتنا دول بقى هنا ماشي دي اللي ادت ده الايس كورسي ممكن اجيب الايس كورسي ده هنا كده او هنا زي ما انا عايز في حاجة تانية انا مثلا طلعت دول كده البنات دي هتبقى ايه طالعة لي في ميل يعني البنات اللي هنا دي البن هيدر ده كله هيبقى طالع لي في ميل ومن تحت ميل عشان يقدر يركب في ايه في الكونكتور هرجع تاني للسكيماتيك وهحط معاهم بين هيدر ميل بحيث ان انا يبقى عندي الميل وعندي الايه الفيميل فانا عندي مثلا ده 1 2 3 4 5 6 هنزل بين هيدر 6 اطراف 1 6 خلاص ايه وصل بس ايوه توصل اوتوماتيك اهو تمام ده كمان 6 اطراف برضو ده مش 6 ده 7 طب اللي فوق
اللي فوق 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب خلينا نجيب 7 وبعد كده 8. ده 8 بالظبط. تمام، واللي فوقه 8. أعمل سويتش تو وورد، جالي بن هيدر زي هنا أهي. هبدأ أنقل بقى البن هيدر دي كده، تمام ماشي. خلينا نعمل ننقل دول في اللاير اللي تحت عادي. ميرور 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 ميرور، أعمل ميرور كده كده، أقول له موف جروب موف جروب. ممكن أقول لك كده أهو، ممكن نروح فين عاملين دي، نرجع ده تاني زي ما كان هنا. بص دول بطريقة تانية عادي، يعني ننقل دول خليهم زي ما هما كده. أنا باقي لي هنا ده، تمام. ليه عملت ميرور؟ عشان انقلهم في اللير اللي تحت. انا كنت عايز انقل دول هنا فوقهم دلوقتي، ممكن ارجعهم تاني زي ما كان. يعني هما دلوقتي دول هيبقوا في البوتوم لير، تمام. هي البورده كده كده هتبقى دبل لير اصلا. مش يعني هي ملهاش رول معينه، بس انت حسب ما انت عايز. يعني اللي هيقلل لك اكتر تراكات متقاطعه، فاهمني؟ اللي هيدي لك اكتر تراكات متقاطعه ويسهل عليك عمليه الربط. يعني انا ممكن اخلي ده فوق، ممكن اخلي دول فوق، وهكذا براحتك. ده ايه؟ مش يوم 30؟ ماشي. ده اللي بقى الليدات. نبدأ أول واحدة، نظهر الأسماء عشان نشوف مين معاه. ايه؟ 2 3 ماشي 4 المقاومات بتاعتي ده ممكن 6. بص بقى، حازم الحركة اللي هعملها دي،
ممكن اعمل ميرور دلوقتي المقاومة اللي كانت معايا رجعت مكانها تاني. ماشي ميرور، اختار دول كده، اختارهم كلهم، اعمل لهم ميرور كلهم. اللي هيحصل لو انا جيت دلوقتي عملت موف لدي، ممكن احطها تحت الليد بتاعتي، دي فلاير ودي فلاير، فهمت قصدي؟ فانت مش محدد برول معينة زي ما تحب. انا يعني مش هبقى رخم للدرجه دي، يعني مش هبقى رخم لدرجه ان انا الدنيا ربنا ما ضايقش عليا الدنيا يعني، او البرده كبيره. انا هاجي اعمل ايه، اخليهم هنا كده او ليت موف اهو. ممكن تحطهم بالاكس والواي والزد زي ما احنا كنا عاملين المره اللي فاتت، لو انت محتاج تحطهم في بوزيشن معين. كده سلكت اول الماين انتر، خليتهم كلهم الماين مع بعض. شايف من تحت دي جت معاهم ولا لا؟ اعتقد لا. لاين انتر الجروب كده، ممكن اروح اعمل سلكت تاني على الاونلاين، اعمل ديستريبيوت. تمام نفس الوضع، اختار دول والاونلاين سنتر مع بعض ديستريبيوت. تمام تاني بقى اعمل ظبط الديزاين رولز، ابدا اعمل ريفرن الداينا كده. ماشي من الاول كده، ماشي مش على نفسه. شو اليوم ماشي بقى، بقى نقول له يظهر لي انا بس في بريست ستاندرد، واجي اشيل كمان التي نيم والبي نيم. فانا عايز بس شكل اشكال الايه، المكونات اللي انا هبدا اتعامل معاها. هروح على edit design rules clearance. انا هنا بقى بتعامل مع اس ام دي، خلي clearance ايه 3 من 10 مللي، عشان المسافات بين البدات بتبقى صغيره جدا، ممكن 3 من 10 او 4 من 10 مللي. تمام ما بين الوايرز والوايرز، او الوايرز والباد، او الواير والفاير. تمام او الباد والباد، او الباد والفاير. لان انا دلوقتي اتنقلت ان انا بدل ما كنت بستخدم المره اللي فاتت كانت سنجل لاير، انا المره دي دبل لاير مش هصنع بايدي. تمام بين فاير وفاير نفس الكلام، بين فاير واس ام دي، او بين باد وبين اس ام دي، بين اس ام دي واس ام دي. طيب ممكن تبقى اقل من كده، ممكن توصل لاتنين. اقل حاجه خالص بتحطها في الكليرنس ده 2 من 10، 2 من 10 ده اللي هو اقل حاجه خالص، اللي هو المسافه بين الكنترولرز اللي هو ال 25 60،
61 مللي. اه معلش تمام. الكنترولر 25 60 هتلاقي المسافة بين كل رجل والثانية 27 من 100 مللي، متخيلين؟ يعني يعني تقريبا اقل من 3 من 10 مللي. فانت لما بتيجي تحط الكليرنس بتحلها بتحطها اقل من المسافه دي عشان ما يديكش ايرور ان التركات بتاعتك قريبه فمش هتقدر توصلها لو انت حطيت الكليرنس مثلا 3 من 10 مللي. المينيمم ويدث ممكن نخليه هنا اقول له 6 من 10 مللي، وانا ممكن اكبر وانا بعمل راوتنج عادي. تمام. المينيمم دريل ممكن نخليه 2 من 10 مللي، ده اللي هو بقى عشان الفايز بتاعتي. ما انا لو خليت المينيمم دريل كبير هيجي في الفايا يعملها لي اجباري اوتوماتيك تبقى ايه 2 من 10 المينيمم. يعني لما يجي يختار هيختار لي ايه؟ لو انا حطيتها 6 من 10 مثلا هيختار لي 6 من 10 على طول. انا اقول لها مخليها 2 من 10 وانا لو محتاج اكبر هكبر براحتي. تمام. المايكرو فايا والبلايند فايز دي ما بنستخدمهاش الا لما يبقى ايه اكتر من دبل لاير بس، ده اللي يهمنا في الجزء ده. بقول له ابلاي اوكي. هاجي بقى اعمل راوتنج، اروح على الاير واير دي. تمام. اول حاجه انا عايز اروح على ال اشوف ترتيب البنات ده، هل ده كده افضل حاجه ولا ممكن اعمل افضل من كده؟ لو انا لقيته مثلا ده افضل حاجه خلاص، يعني خلينا نعمل كده مثلا. تمام. هاجي على الراوت دي، امشي مثلا بالتراك ده كده. بص لما باجي بالتراك ده، يعني تراك اهو في باد اهي اس ام دي، الافضل ان انا امشي كده من نص الباده زي ما انا طالع كده بزاويه 90، او اطلع بره كده وبعدين اعمل ايه الزاويه اللي انا عملتها بره دي. تمام. ما اجيش الاقي حد اعملها لي كده كده. ايه ده بقى اللي هو؟ لا حصلت ان انت واخد التراك ستريت، ولا حصلت ان انت واخده ايه كيرفد لبره. تمام. انا يعني بستغل ان انا اخد طول الباده كله، يا اما ان انا اخدها زي ما قلت كده ستريت اهو فمفيش اي معوقه، او ان انا اخد الباده كلها معايا ده عرض الباده اهو واطلع بيها بره كده وزودت له كمان ايه المساحه المعرضه ايه للكونكشن. تمام يا شباب. او من او من الظهر اهو نفس الوضع. تمام. الطرف الثاني هطلع بيه برضه بره كده. نقدر نوصل دول بقى مع بعض على طول اوتوماتيك زي مع بعض. ده نفس الوضع. ممكن اجي كده ممكن اسحب ده كده، بس انا مثلا حبيت اجيب تركات تانية من جوه. هنا ده ايه؟ ده مثلا طرف من اطراف الموتور. طيب خلينا نيجي نعمل سيب ده شوية نص ساعة كده. هذا نبدأ عادي اي حاجه اللي انت عاوزه. عايز تبدا من زي ما احنا ماشيين ماشي، خلينا نبدا بالباور. بس تيجي تزود بقى التراك ده خلاص تخليه 27 مثلا. سايد جراوند لبعضه. Thank you.
ممكن ما الفش اللفه اللي انا بلفها دي تاني. انا ممكن اجي اغير اللاير اهو تو بلاير، ودي ميزه ان انا شغال في لاير تاني وامشي من هنا من جوه عادي. تمام، انا بختار اي لاير انا محتاجه. تمام يا شباب، ودي ميزه ان انا ابقى شغال في مالتي لاير. نوصل بقى دول كده مع بعض. ماشي، توب لاير توب لاير، مش مشكلة. احنا ما وصلناش دول مع بعض. شفت بقى، شفت بقى، شفت السرعة. نوصلهم مكان بإيه؟ بالجراوند، لأن احنا قلنا نفس البار. بس يا شباب أرجع كده، أنا ممكن أروح أعمل الأبليت أهو. بدل اللفة اللي كنت بلفها دي أمشي مرة واحدة كده. تمام، غير الطوب وأجي هنا أوصل دول مع بعض على كده. أرجع تاني بتوم لير، أنا عايز أوصل ده مع ده. طيب هنا أي مشكلة ممكن أجيب ده كده مكان ده، وأجيب ده مكان ده، وأجيب ده مكان ده، وأجيب أنا أعمل كده كنترول إيه، سيلكت لاين سنتر. اخترت الراوت اهو وانا في البوتوم، وامشي من هنا كده على طول. تمام، مش ممكن تخلي ده كده الجراوند. تمام، هستغل ان انا معايا لير تانية، اتنين من الجراوند من التوب من الكتم للتوب، واقول له ده يبقى 5 فولت. عندي هنا ارجع بقى للايه، المينيمم مودس بتاعي ده 5 فولت، اتنين من الكتم لير. تمام، هنا قلنا ده بتاع المواتير، نوصل بنات الجراوند ببعضها. ماشي، نفس الكلام هنا عندي جراوند برضه اهو. بنات المواتير الاثنين دول ده مين؟ ده الليفت وده الرايت. ماشي، ممكن نبدل عادي، نجيب ده كده هنا. اجي هنا بقى اختار راوت وانا في البوتن برضو. هنا بقى ممكن اغير كده التراك 1.7، او بعد ما اطلع شويه يعني هرجع 6، ركز في الحته دي. طلعت اهو بره بعيد عن الباده، وضغطت مره، ضغطت اهم حاجه الضغطه، واغير التراك. تمام، خليه مثلا 1.27 مللي.
تمام. تاني هرجع طبعا في 6/10 مللي الطبيعي بتاعي اهو، واطلع من البادة كده واضغط في اي مكان ان انا ثبت التراك، واغير التراك لواحد 27%، فانا كده ايه كبرت التراك. الغرض ان انا الحركة اللي انا بعملها دي بعملها ليه؟ عشان التراك ده انا محتاج يتحمل ايه باور عالي اللي هو يديني 600 مللي امبير من غير ما ايه ما يتحرق. تمام يا شباب. بعد كده نقلل والله. احنا لو انا لو قعدت معاكم سيشن كده ممكن افضل شغال عادي، ما عنديش مشكله. بس المشكله بقى ايه، انا مسافر الصبح رايح اودي ورق في البحث العلمي. باقي لي الموتور ده ماشي، خلينا نجيب الاطراف بقى بتاعته، ننقل من التوب من البوتوم للتوب. اه جو هادي وحلو. طيب انا دلوقتي جيت اهو، انا في التوب لاير عايز اتنقل للبوتوم لاير تاني. زي ما قلت ممكن اضغط بيس او مسطره. اه ده انا شريت بيس او مسطره كده، اتنقلت ايه اللاير التانية. اعمل كده عدل دي. تمام. طيب ما انا لسه عندي تراكات تانية محتاجة تتوصل، عندي تراكات تانية فاوسع لنفسي. اعمل كنترول زد كده، اعمل خد انجليز يا عم. انا عايز الناس اللي عايز يتعلم هيجي، يعني انا مش اصل دي حاجه ببلاش فاهمني، فانت بقى براحتك. اللي ما عارف قيمه الحاجه بيحضر لها او بيشوف السيشنات يعني. تاني يا حازم ركز معايا، انا عايز الجزء اللي انت بتقول لي تاني اهو. بص انا دلوقتي في التوب لاير، ما ينفعش اجي اضغط هنا كده على طول واوصل، مش هيوصل لان ده في لاير واللي تحت ده في لاير. بضغط سبيس او مسطره عشان احط فاير تمام، وينقل من اللاير دي للاير ايه الجديد. حطيت فاير اهو، اتنقلت للاير اللي تحت على طول اوتوماتيك. تمام. نفس الكلام هاجي تاني هنا بس اغير اللاير توب تاني وامشي كده. ممكن المرة دي احط الفاي هنا واتحرك في الايه البوتوم لاير اهو. تمام. يعني ممكن امشي شوية كده ممكن تيجي تعمل هنا فايا كده على طول فوق الباد. تمام. بس انا مش هعمل دي، يعني انا عايز اخليني كده بره. اقول انا هاجي هنا بره نعمل كده ايه
نعمل الباي على تمام. بعيدة بس ايه اطراف الباور والموتور ذات نفسه. طيب انا هاجي هنا اخلي ده توب او بطل الاول، امشي من هنا كده اعمل بايا بايا تاني، وصلت كده ايه الاتنين دول ببعض. ايه تاني اطراف المواتير، اطلع من هنا احط بايا اغير التراك من بره كده تمام. نفس اللي عملته حاجة هنا تراك كبير، ارجع 18 مللي شوية ده سمك التراك تمام. ممكن تطلع بده 6 من 10 وحط فاير حاجة بالتراك ال 12 فولت ماشي. خلينا نغير بقى التراك نخليه اللي أنا عدلته هنا، خلي ال خلي ده 27 في ناس في البداية لما تتأقلم على وضع الدبل لاير ده تبقى متلخبطة، أنا شايف كل اللايرز داخلة في بعضها. تمام ليه جراوند مش ادي الجراوند اهو اختار ال مش ممكن اسحب ده كده بص على نفسي بس تمام. الساعة النفس اهو وادي الجرام بكده الجزء ده لست منه، ارجع هنا اخلي ده 18 كده نوصل دول كمان ماشي بقى لك 5 فولت تعالى يا عم 5 فولت باك جراوند يعني بس عنا ليه تعالى جراوند تمام. هنا نوصل فولت ببعض جراوند انت محتاج جراوند من جراوند وحيد شريط اي جراوند
ده مجرد ان هو سيجنال اللي شغل ار بي. تمام، ممكن نيجي بقى على الـ 5 فولت. الأولى هنا الخمس، جراوند ممكن نتحرك من الناحية. أنا بعمل كده متكبر. نطبق بقى الحتة اللي هنا دي كده، من الشغل ضبط الشغل الحاجات البسيطة دي من الغباء ده. بقى ايه ده؟ نوصل دول مع بعض. عايز كويس. لا لا، احنا بقينا الناس قالك كده ليه؟ الناس قاعدة تاني يا فندم. خدت
بالكم من دي، انا عملت البادة ذات نفسها، عملت الفاية ذات نفسها على البادة بتاعت الايه المقاومة. تاني اهو سحبت التراك عادي خالص، اجي هنا على البادة وغيرت اللاير ووصلتها بالبادة. باقي دول ماشي 12 ايوه طبعا، دي دبل لير اصلا، مش هتعرف تعملها يدوي، انسى موضوع اليدوي ده. ممكن تصنع يدوي أكتر من لير بس بيبقى مقرف في التصنيع، ثانيا مش هيطلع الدقة بتاعت التركات الصغيرة أوي. بقى حاجة اسمها شبلونة أو السلك، الناس اللي بتشتغل في الطباعة بتاعت الشنط والتيشيرتات والحاجات دي هما اللي بيعملوها. ما في بلاي ليست كنت عاملها عندي عن موضوع حوار الطباعة السلك سكرين ده. حاضر يا حلوة على بعض. نوصل بعد كده سايم، انت هيكون شكله ازاي؟ خليك تعمل البودل ده دي تاني، مش هبعت لكم بقى فايلات ولا هبعت لكم حاجة. عايزين تجودوا وتضيفوا حاجة من عندكم في البوردة تعديل، مش مشكلة. ابعت لكم شكل الاسكيماتيك، انا ابعت لكم صورة من الاسكيماتيك. مفيش حاجة، ده احنا عملنا في سيشن مع بعض.
والله انتوا كل ما بتدربوا ايديكوا الموضوع هيبقى احسن معانا. الموضوع مش موضوع اسايمنت، انا مش هحاسبك عليها يعني. انا اللي يهمني ان انت تبقى بعد ما تخلص السيشنات كلها تكون انت اتعلمت حاجه جديده. بس زود الديدلاين؟ لا مش زود الديدلاين. زود الديدلاين ليه؟ ايه يا عم حازم، من امتى احنا بنطلب الحاجات دي يا عم حازم؟ ماشي، ما هو بكرة أجازة، بكرة أجازة. أنا بكرة هكون في القاهرة، هرجع شايف قدامي وهكون ما عندي شرح في الكلية يوم الثلاثاء. الناس بتزهق من السيشن؟ انا بس انا مستغرب الناس اللي طلعت دي، الناس زهقت من السيشن؟ ايوه بس ما اقصدش، انا اقصد ان احنا دلوقتي، انت متخيل احنا بقينا كام؟ احنا لو كنا بادئين السيشنات ب 33 واحد، ده اللي كنت بتكلم في اول السيشنات خالص. ان العدد لما بيقل بيبقى بيخلي الواحد ما بيبقاش عايز يكمل اصلا. هنعمل ايه غصب عننا؟
ما لسه اللي جمعنا، انا كنت بقول انا عمال اقول الناس لو الناس هنكمل، الناس هنكمل، الناس شغاله، نعمل دواير ونعمل شغل، نعمل الاردوينو من اي تو زد، ندخل الشغل بقى اي في ار، نتعامل مع الاردوينو كاي في ار مش كاردوينو، كاردوينو ان شاء الله. بقينا 10 ناس عمالة تصفى.
خلاص كده تقريبا من الباقي كده السؤال الباقي اه خلاص ما بقاش حاجة موضوع الدبل لاير مسهل كتير برضه في احتمالات تبقى اون لاير لو تعرف تعملها اون لاير يا باشا مشكلة تعملها اون لاير عمرها ما هتيجي بحجم الشيل اه هتيجي على حساب المساحة اكيد الشيء اللي احنا عاملينه هنا دول مش فاهم هو الانجليزي داخل في العربي مش فاهم هل كل ما ازود لاير مش فاهم هل كل ما ازود لاير بتبقى نفس تكلفة ان ازود مساحة ولا تقصد العكس كل ما ازود مساحة بنفس لا المساحة بتزود التكلفة يعني سنجل لاير زي دبل لاير تصنيع لكن المساحة اللي تفرق
سلام كده تقريبا خلص. باقي شيء واحد فقط، ألا وهو إن البوردة كده أبعادها مش محددة. يعني لو أنت رحت هنا كده هتلاقيه معتبر كل الباك جراوند عبارة عن إيه؟ عن بوردة. عايزين نحدد بقى إيه؟ أبعاد البوردة نفسها. هنيجي نختار اللاير، نخليها في الدايمنشن لاير، نظهرها إيه؟ تمام؟ وأجي على أختار لاين كده من هنا. أعمل زوم أوي أوي. وأنا هبدأ من هنا، خليها في الدايمنشن، دايمنشن، والله خليك مثلا 1 من 10، تمام؟ عشان نحدد أبعاد البرد. طب ممكن تحمل دي اكس اف بتاع الاردوينو وتضيفه على طول عادي. برضو ايه يعني اسمها يعني حاجه من انا الحاجه مانوال. ممكن في سيشن من السيشنات لو الناس فكرتني افتح معاكم السوليد ونعمل دي اكس اف للاي اوت. يعني اختار شكل لاي اوت معين نرسم له ايه دي اكس اف. تمام كده البورده بقت محدده اهي، ودي اول مشكله عندي ان التراكين دول قريبين قوي من الشكل الخارجي. تمام حدد لي شكل البورده اهو، مش خلينا نقرب بقى دول كده. طيب يا عم ممكن ننقل ده سيكا، يعني ده كام؟ 78 و15 ممكن نقول له مثلا 20. هو قال له صح؟ قال له انا تاني يا عم ما تبقاش مقرف.
كده اتحلت. الناس ما بتحبش تعمل اوتو راوت عشان كده. نشوف بقى شكل ال شكلها كده، شكلها برضه بنت ناس كده محترمة. هنشوف الفوتو سايت المكونات الاسم دي كلها اهي. تمام، ايه ظبط زي ما انت عاوز بقى، عدل زي ما انت عاوز هنا. بوليجون المرة بقى طب نزيد خلاص آخر حاجة بنعملها. جراوند تمام، أي حاجة محتاجة أوصلها للجراوند أوصلها أوتوماتيك أهي. ممكن أعمل نفس اللي عملته تاني، بس المرة دي أختار الباتوم لاير حبيبي. هشوف هشوف العظمة، أنا عايز وقت الداون تعملوا الدوائر، أنا متأكد إن أنتوا هتعملوا عظمة إن شاء الله. موجودة أهم حاجة النية. الرسالة أحب أوجهها لكم، ما تضغطوش سكيب قبل ما تخلصوا البلوك. في غلطة كمل عليها وبعدين أبقى أعدل. سيفنج ماله والله يا حازم، بص هو الايجل ما عملش معايا اي حركه اللي بجد انا لحد دلوقتي، بس انا مفعل الاوتو سيف، يعني مفعل الاوتو سيف واوتو ريكفري حتى في السوليد. السوليد هو اللي كان بعمل معايا الحركه دي على طول. تمام، اعمل سيف يا عم حازم وانا زعل نفسي. الكورد كده اوكي، يعني شكلها بقت دون الستاندرد بتاع الشيل مش السيركس كبير. لا سيلفر ماسك تمام، ممكن بقى ايه لسه بقى الاسماء محتاجه تتعدل، تسحب كده تعدل بقى الاسماء الفاليو والكلام ده كله حبيبي. تمام يا شباب، جرب كده البورد على فيوجن هتلاقي فيها حاجات مش موجوده، بس ماشي خش فيوجن. نفس الكلام فيوجن 360 is currently unavailable، هو عشان برضه مشكله النت. انا كنت اللي هو ايه بحل شويه البرنامج، هو
بص اهو قال لي صياعة صياعة يعني. أقول له بشار الأدمن بروجكت ماشي. بص في حاجات مش موجودة هنا اللي هي الدايتس مش موجودة، ال 7805 الروزيتا دي في A2 R ماشي، الأردوينو مش موجود، ممكن نجيب الأردوينو والحاجات دي، ممكن نجيب ده كله. إيه تاني؟ والمقاومة سويتش زي ما شفتوا بقى. أنا لسه رافع فيديو النهاردة، أنت لو شفت الكلام ده هتعرفوا تديكوا الحاجات دي كلها تمام. بس أنا يا عم خلينا نعمل بوش، شوف مش هتلاقي غير المقاومات والبين هيدر وشوية حاجات كده، والباقي يبقى طلع لنا إيه؟ عبارة عن مربعات. مشكلة بس إن هو ما يجيش في نص البوش تفيوجن ويقول لي نتورك أكسس ديسيبلد. ان انا عشان اسجل الفيديو ال 20 دقيقه الصبح ده اهو، رحت والله الصبح واحد من معايا في السكن خدت اللاب منه، سجلت حطيت له البرامج وسجلت من عليه. ده يا شباب مش هعمل معاكم نفس المشكله عندكم، انا عشان يعني اتذكيت كده عملت حركة لطيفة بوظت لي ملفات البرنامج وعامله لي حجب للنتورك بتاع البرنامج. يستاهل. اه الايرور بتاع النتورك لسه موجود اهو، بس يعني شوية يعني والله العظيم برنامج لابسه عفريت شوية شغال عشان شغال. يا رب يا رب تكرم. اه والله بيزولني فعلا، مع انه والله العظيم اول مره تظهر معايا المشاكل دي. يعني انا البرنامج بقول لك بقالي 5 سنين بتعامل معاه، ما فيش ولا سنه كركت البرنامج دي. يعني قلت بس يعني كتجربه، يعني انا ازاي يعني اللي هو السؤال هم ازاي كركوا اوتو ديسك وهو انت لازم تبقى فيه تعمل لوجن تقريبا. فصلوا الاونلاين ده حسبي الله ونعم الوكيل. لسه بعت لي مصطفى على لينكد ان صح؟ ايوه يا باشمهندس، انا قلت يعني خليك بس تديني مره النهارده عشان افهم بس الكراك عمل ايه، انا هنزله عندي واشوفه عمل ايه وابعت لحضرتك على لينكد ان، يعني تكون بعيد عن السيشن كلها. تاني؟ لا تاني ما سمعتش. اصل انا دلوقتي اللي ممكن اعمله دلوقتي فاللي هو ان انا في حاجه كده في دماغي بس هجربها، فانا رايي مثلا تمام. اخليها يعني اتكلم مع حضرتك على لينكدين يكون بعد السيشن خالص، بدل ما كل مره نستنى للاخر او يبقى في البدايه خالص، يعني نحلها مع ماشي بعض احنا بعدين. ما فيش مشكلة. يعني انا اللي هعمله بس النهارده لو عملت انا حتى الان انا مفكرك من الكلية على فكرة. ما انا الحكه بقى ما بانش، ايه الحكه بقى انا ما بانش. اه ماشي يا عم، يعني انت كده مش هتقدر مش تحضر السيشن اللي هتبقى اوف لاين. والله لا ممكن احضر، هتحضرها ازاي؟ هدخل ايه؟ هدخل ليه ما عارف ادخل. لا عادي، ما اقصدش على دخول الكلية نفسه، دي هتيجي من سفر يعني، ولا انت منين اصلا؟ لا هو انا لو على مستوى سفر فانا مش هلحق. اكيد مش هلحق. اه ما ده اللي انا بتكلم فيه. لا على مستوى السفر انا مش هلحق خالص. كل ده بيعمل بوش فيجن، ده انت لو بتخترع الدار خلاص يا باشمهندس، هي خلاص يعني هي المشكله كل ده اساسا من النتورك ايرور،
هو ايه باشمهندس، هو الايرور بيطلع لك كده بالظبط، بيقول لك نتورك اسمه ده اكسس سيبل او كده، خلاص السيشن خلصت صح؟ انا خلاص كده خلصت ممكن يقفلوا الكورس شباب بقى تاني. واخد بالنا الايرور بص بالظبط. قبل ما السيشن يخلص هروح للاسكيماتيك واسيبها سايبها لكم كصوره، تمام، بريزوليوشن عالي، فايل اكسبورت ايمج. زود يا باشمهندس ما يهمكش، الصوره دي الصوره اللي هتجيلكوا ريزوليوشن عالي دي مش هتعرفوا تفتحوها من غير براوزر، مش اللي هحاول تفتح البرنامج يديلكوا ايرور اصلا ولا يعني انا في 600 دي بي اي، تمام. دي السيشن الكام؟ 7 صح؟ خمسة ايه؟ 7 يا جدعان، ايه يا اخوانا نايمين ولا ايه؟ عم اقول له سيف مش عارف بقى، لو حاولت افتحها كده واضحة يعني، تمام. نعملوا زوم بقى براحتكم، مثلكوا على الشاب برضه دونوها. تمام، اتبعت لكم كده. وصلت يا شباب؟ الشات بعتها في الشات هنا، الشات بين الناس كلها في الـ everyone. حضرتك بعت الصورة في الشات؟ ولا ما ظهرتليش؟ حازم قال وصل. خلاص يبقى أي حد من الظاهرة ينزلها على الفيس. هي انا خلوهم يبعتوها، الناس قالت ظهرت اهي، ظهرت على اللاب، التليفون لا، تمام. هي كده كده هتنزل على الجروب يعني، ما تقلقش تنزل على الجروب يا شباب. يا باشمهندسه معايا نزلها على الجروب دلوقتي بعد اذنك، تمام يا باشمهندس. تمام. هبعت لكم واخد لكم سكرين من الاكسبورت ايمج كده عشان الناس تعرف ايه المطلوب منهم. طبعا يا شباب انا ما ظبطتش بقى لا التي نيم ولا البي نيم ولا الكلام ده، انتوا بقى ايه اتعمل تراك مثلا زي ده ما يبقاش كده، انا ظبطه ده التراك اللي هو جاي بزاويه ده، انا بس اللي هو ايه كبروف كونسبت، بس انا اجيب البوتن لاير. انما ممكن انتوا لو حد فيكم حابب يعملها يصنعها دي كده، ده كده روبوت لاين فولور كامل يعني، انت كل اللي هتعمله هتحط تجيب بتاع ده الكومبوننت بتاعتك وتوصلها تشتغل معاك روبوت لاين فور، ترفع الكود على طول من غير اي مشاكل، تمام. عندك انديكيتورز وكل حاجه. نعمل هنا اكسبورت ايمج برضه، وصلكم كده برضو الاثنين التانيين.
تمام. دي اللي هي التوب لير، وصل يا باشمهندس معي. على اللاب ماشي، ما ننزليهم بقى، نزلهم مع الجروب دلوقتي. تمام، طبعا المقاومات بقى وانتوا بتنزلوا الفاليو بتاعتها والكلام ده ممكن ترصوها على طول باللي هي الريبوزيشن تول اللي كان عمر قال لنا عليها السيشن اللي فات دي، هي ريبوزيشن دي، ريبوزيشن اتريبيوت دي. تختار بقى بدل الديفولت دي لو انت عايز النيم مثلا لوحده او الفاليو لوحدها او النيم والفاليو الاثنين مع بعض. تمام، تختار مثلا عايزها التوب ليفت، التوب ميدل، التوب رايت، الميدل ليفت، وهكذا. تمام يا شباب، كوما مش عاوز تظهر خالص ازاي؟ بص يا حازم، شو لايرز، لو انا ظاهر الفاليو المفروض انها تبقى ظاهر. فين المقاومات؟ هذا المقاومات اهي، الفاليو ظاهرة اهي، مش هتظهر معاك في البوردة لسبب انا قايل لك المرة اللي فاتت، عشان تظهرها في البوردة لازم تبقى ايه؟ لو فاكر، عشان تظهرها في البوردة لازم تحولها من التي فاليو، من اللاير بتاعت التي فاليو لللاير بتاعت ايه؟ التي نيم. ايوه، ما بيظهرش برضه، ما كانتش عايزة تظهر ذات نفسها، القيمة ذات نفسها يعني ظاهرة جوه في السكيماتيك، مش عايزة تظهر في اللاي اوت. هتظهر في اللاي اوت. ماشي، ما قابلتنيش قبل كده خالص، بس انت ممكن تسيبني كده. قررت اعمل لها تكست بقى وحطيت القيم بالتكست. لا مش ليه يا عم، مش ما رضيتش يعني ظهر في السكيماتيك، مش عايز تظهر في اللاي اوت خالص. حاولت معاها وغيرت اللاير بتاعتها ومفيش. كان في حاجة خاصة بالأتريبيوتس، أنا فاكر كنت بعدل على الأتريبيوتس. الأتريبيوت دي ممكن تظهر من هنا، الـ display of دي تخليها إيه؟ النيم أو الـ value، أو تخليها إيه؟ both. تمام؟ هيظهر لك برضو لو هي مش بتظهر عندك. تمام؟ بجربها كده يعني، تضغط كليك يمين تعدل الاتريبيوتس، تضغط على برودكت اي دي دبل كليك ديسبلاي دي، بدل ما هي بتبقى خلاص يظهر لك الفاليو والنيم بتاعها. تمام. تمام يا شباب، كده يعتبر خلاص خلصت السيشن. شكرا ليكم ان انتوا لسه مستحملين لحد دلوقتي. ما خرجتوش زي باقي الناس يعني. احنا مستمتعين. حبيبي. انا والله انا برضو نفس الوضع، انا يعني طالما في حد قدامي حابب يستفيد وكده، وانا نفس الكلام اللي هو انت طالما بتعمل حاجه انت حاببها خلاص، زي ما بقول لك ممكن نقعد كده سيشن مع بعض. انا ما عنديش مشكله نقعد، انا لما في والله العظيم في برده مره قعدت اعمل لها راوتنج اكتر من 12 ساعة، كانت بوردة كبيرة، قعدت أعمل لها راوتنج أكتر من 12 ساعة فعليا، اللي هو نسيت أصلا آكل أو